هعرض لك طبعا شابتين اتنين عشار، ارخص عدات عشار في العالم، ابتداء من 50,000 جنيه في العشر هنا يا رجاله. ولسه طبعا معانا الذكور الجاموس التسنين، ولسه طبعا معانا مزرعه كامله متكامله مع طبعا المعلم ابراهيم محمد ابو الحاج. يا معلم ابراهيم، زي ما قلت لك عمار، دي مزرعه كامله متكامله والاسعار بتبدا من 15,000، بس انا عايز كل يعمل صلاه سيدنا النبي في التعليق صلى الله عليه وسلم. صلى على سيدنا النبي وشير الفيديو ده. انت قلت لي يا ابو عمر انا جايبك لمفاجاه، في طبعا عجلتين اتنين عشر مفاجات بسعر عجله واحده. عجلتين اتنين يا باشا عشار بسعر عجله واحده يا عم ابو عمر. اللهم صل على النبي. يعني يا اخوانا طبعا نفسه النهارده يربط جاموسه ومش قادر يشتري جاموسه طبعا النهارده ب 100,000 جنيه السوق ولا ب 120,000، النهارده طبعا وفرنا لك عجل عشار بسعر طبعا مغري اتنين بسعر واحده. انا عايز بس كل المتابعين كده عايز شويه تركيز على البث المباشر، عشان طبعا اسعارنا مغريه ومعانا طبعا المال الطيب. الله يبارك لاول متصل، ربنا يبارك لصاحب النصيب. خش لنا فوق العرض يا عم ابراهيم عشان ما نطولش على سيد المتابعين. صلى الله عليه وسلم. عجلتين اتنين متلكح عليهم هنا يا عم ابو عمر 35 يوم تمام، صلى على رسول الله يا عم ابو عمر صلى الله عليه وسلم. سعر مغري، اللهم صل على النبي. سعر مغري غرامه يا ابو عمر وعظمه هنا وفي بعد كده. والسن معانا لبان يا باشا، الموازين قد ايه يا حاج ابراهيم؟ الموازين يا باشا 450 ما شاء الله، 4.5 يا عم ابو عمر. شايفين الجمال؟ شايفين العجلات؟ بلاش الا ربع. بصوا يا جماعه، ربع يا عم طبعا المعلم ابراهيم طبعا النهارده جابنا على مفاجاه لمتابعين وحبايبي، فما اقدرش ابخل عليهم. تعالوا بينا طبعا بقى نخش في العرض اللي بعده، ولسه طبعا معانا عرض الايه؟ الذكر التسمين واللحم. تمام يا اخوانا؟ تعالوا بينا نشوف طبعا عرض الشوكولاتات دول ايه؟ عجلات طبعا بيور دم اول. شايفين الجمال؟ ان شاء الله. معلم ابراهيم التفاحات دي عباره عن قد ايه؟ سلالات. ده كام تفاحه كده يا رسول النبي؟ سلالات يا باشا. ان شاء الله. سلالات ترضي الله. اللهم صل على النبي. دول طبعا معانا اربع دبابات اهمت من المال الطيب. شايفين على المال عامل ازاي؟ عجلات طبعا واخده كف التحصينات كده يا عمر كده بقى. جمال محاسن حلاوه السلاله هنا يا عمر بقى، محاسن البين بقى ان شاء الله. الحلاوه كلها هنا يا باشا. معلم بلم العمارنا قد ايه؟ العمر هنا يا باشا 10 شهور. العجلات دي عمرها 10 شهور. 10 شهور يا عم ابو عمر. يعني الاربع سلالات دول قدام منهم نخبه اول. الاربع سلالات دول قدام منهم على العشر ان شاء الله كده قد ايه؟ يعني يا باشا 5 شهور يا عم ابو عمر. 5 شهور يبقى طبعا معاك خمس. دي عجلات شبعانه لبن. خمس سلالات. لسه صح يا باشا. ما شاء الله. ده متأسسين صح يا باشا. اللهم صل على النبي. متأسسين صح. شايفين عظم الجاموسة من صغرها؟ العجلات طبعا عليها شاسيهات يعني أحسن من جاموسة النهارده من 150 في السوق. تعالوا بنشوف سعر الأربع تفاحات دول كام؟ بس أنا عايز طبعا كل متابعينا كده عايز شير وعايز لايك وعايز كله يصلي معانا على سيدنا النبي، علشان برضو معانا أسعار النهارده ابتداء من 15,000 جنيه يا إخوانا. بكام بقى الأربع تفاحات دول يا معلم إبراهيم؟ صلى على سيدنا النبي يا عم أبو عمر. صلى الله عليه وسلم. الأربع تفاحات النهارده عجلتهم النهارده عامله 45,000 يا ريس. 45,000 جنيه. انت شايف ده والمحاسن دي والحلاوه دي كلها ابو عمر عجلته ب 45,000. ما عندناش الكلام ده يا معلم ابراهيم. ما عندناش الكلام ده يا ريس. تمام. صلى على رسول الله يا ابو عمر. صلى الله عليه وسلم. عامل لك ضربه جويه على الاربعه دول يا سعاده الباشا، عاملين بكام يا ابو عمر؟ بكام يا معلم ابراهيم؟ يا باشا النهارده عرضهم لك ب 117,000. عاملين كام؟ ب 117,000. الاربعه. الاربعه على بعض عاملين 117,000. بص سعر عجلته بكام يا معلم ابراهيم؟ مش مكمله 30,000 لسه يا سعاده الباشا. اللهم صل على سيدنا النبي. مش مكمله 30,000 يا عم ابو عمر. الله يبارك، الله يبارك لصاحب النصيب. تمام. الأربعة على بعض عاملين 117,000 يا عم أبو عمر. يعني العجلة من دول ما كملتش 30. يعني صلى الله على أبو عمر. صلى الله عليه وسلم. دول هما كده ب 62,000 ودول ب 55,000 يا عم أبو عمر. معانا فيهم طبعًا اتنين ب 62. اتنين ب 62,000 واتنين ب 55,000. اللي عايز طبعًا الأربعة خلف بعضهم. ياخد أربعة. ما شاء الله. هنا يا باشا معاك سلالة. خش لي في بلد معانا بقى عشان إيه؟ المتابعين طبعًا كلنا مستنياك. عايز أنا بجي دي يا باشا بالأربع حلبات الحلوين كده. بص كده يا عم أبو عمر. نظام العيال بتاع البهايم. اللهم صل على النبي. الجاموس يا باشا اللي يشرف. دي بقى يا جماعة العجلة. ولا تقول لي هندي. ولا تقول لي اي كلام فاضي. تمام. هنا يا باشا السلاله بتاعتنا سلالتنا. تحياتي ليك يا معلم ابراهيم. تمام. انا بحييك طبعا من كل قلبي على السلعه ديت والسعر الجميل ده. الاثنين دول ب 62 يا ريس والاثنين دول ب 55. واللي عايز طبعا يحجز فورا. لا عايز يحجز يا باشا رقم التليفون 010-63-10-7492. تقدر توفر منهم اي كميه يا معلم ابراهيم؟ يا باشا. تقدر توفر منهم اي كميه؟ يا باشا دول عمر دولت سلاله يا ابو عمر، عايز اقول لك اوفر من دولت اي كميه بقى انا كده بضحك عليك. عجلات طبعا سلالة نادرة يا باشا. عجلات تبكر معاك. سلالة نادرة يا ريس. الله يبارك لاول متصل. ما شاء الله تبارك الله. ودي الصغيرة في خلاص يا باشا. العجلات ده يا جماعة طبعا مش مكملة 3,000 في بعض. الأربعة في بعضهم عاملين ب 117,000 يا عم ابو عمر. 117,000 جنيه. اثنين ب 55 واثنين ب 62,000. طب نخش لنا في الاثنين بقى العشر دول عشان ما نضرش على المتابعين. صلى الله عليه وسلم. الاثنين العشر دول مفاجأة الكبرى يا ريس. اللي عايز طبعا برضه معاه اسعار مفرق. اسعار 15,000 16,000 برضه هنعرض لكم دلوقتي اهو. اسعار من داخل المزرعه بتبدا من 15,000. تمام. تعالى عندي كده وزير ان شاء الله. صلى على سيدنا النبي. صلى الله عليه وسلم. شايفين انت ده يا باشا النهارده بكام بقى؟ بكام؟ على عظمه والجرامه اللي انت شايفها دي. السن السن معانا ايه؟ لبانه يا باشا. ما فكوش ولا سنه. ولا سنه يا ريس. موازين طبعا فوق 400 شاسيهات طبعا عظم كواقع جاموسه مال طيب. ما شاء الله. شاسيه عاليه يا باشا. معلم ابراهيم بكام بقى الدبابتين دول كده؟
العجلات دي قسما بالله جايه من اكبر مزرعه جاموس يا ماما في المنوفيه. شايفين العجلات دي يا بابا جايه من اكبر مزرعه جاموس في المنوفيه. فتحه الجاموس عامله ازاي من ورا؟ فتحه الجاموس العريضه جدا يا عم بابا. عظم كوكع الجاموس من فوق يا جماعه، شعرات اللبن لسه على جسم العجله، يعني ايه العجلات دي شبعانه لبن من صغرها. تمام يا اخوانا؟ اهو بكام علم رمي الدبابتين دول كام في بعضهم؟ صلى على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا باشا انا هقدر اعمل لك عليهم كازيون عالمي ويبقى سعر الاثنين دول يا عم ابو عمر. انت قلت لي العجلات دي متلقحه بقى لها قد ايه؟ 35 يوم يا ريس. بقى لهم 35 يوم. متلقحين بقى لهم 35 يوم. يعني ان شاء الله يبقى فيهم عشر باذن الله. ان شاء الله باذن الله يا رب فيهم عشر يا ابو عمر. تمام. احنا هنبيع لك على فاضي. تمام كلام سليم. على فاضي يا ابو عمر. وهم ارخص من سعر فاضي بكتير برضه يا ريس. بكام يا معلم ابراهيم؟ صلى الله عليه وسلم. انا هقدر اعمل لك عليهم كازيون عالمي. هيبقى سعر الاثنين ب 125,000 يا عم ابو عمر. الاثنين عاملين كام؟ 125,000 125. الضربه الكبرى بقى يا ريس صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 125 يا ريس. الاثنين دول عايزين لايكات وتشجع على الفيديو ده لان الاسعار دي من تحت. قسما بالله الاسعار دي من تحت يا عم ابو عمر. حياتي ليك يا معلم. تتفاعل معانا. دول مش 125 ولا ب 120 ولا ب 115 يا ابو عمر. استنى بقى انت رايح فين؟ مش 115,000. رايح فين بقى؟ ان شاء الله. انا هعرض لك بما يرضي الله. ان شاء الله تعالى. هعرض لك بما يرضي الله يا ريس. صل على سيدنا النبي. عشان اللي ياخد ياكل عيش يا عم ابو عمر. الله يبارك لك الله يبارك لك. اللي ياخد ياكل عيش. الله يبارك لك يا عم ابراهيم روح. ربنا يجعلك سبب في رزق الناس يا معلم ابراهيم ويجعل يا رب الناس سبب في رزق. اللهم امين يا رب العالمين. بكام يا حاج ابراهيم؟ قلت لك يا باشا مش بيبقى 15,000 اهو. شوقتني. سعر الاثنين بكام بقى يا باشا؟ بكام؟ كله يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تتفاعل معانا عشان ده انا فرض مصداقيه يا ريس. بكام يا بابا الاثنين دول بقى يا ريس؟ توكل على الله. الناس بتتفاعل معاك الاول؟ والله المتابعين كلها بتتفاعل معاك. بتتفاعل معاك ولو عجبهم السعر كده كده هيعمل اعجاب. مش ب 125,000 ولا ب 115 دول يا ابو عمر النهارده سعرهم ب 105,000. عاملين كام؟ ب 105,000 يا عم ابو عمر. اللي عايز يحجز فورا؟ اللي عايز يحجز فورا على دماغي من فوق. رقم تليفونك؟ محدش هيتفاجئ واللي يزعل يزعل من التجار دول ب 105,000 يا عم ابو عمر. تقدر توفر منهم اي كميه؟ يا باشا دول يا عم شروه جايه بظروفها. شروه جايه بسعر حلو. تمام. بسعر حلو يا عم ابو عمر. رقم تليفونك فورا. رقم تليفوني 010-6310-7492. بوستر الله تهمت ما شاء الله تبارك الله. 105,000 يا عم ابو عمر. عجلات فوق ال 400 ب 105,000 جنيه بس. يعني العجله فيهم عامله 52,500 جنيه رجاله. لو عجبك معانا الفيديو ادعمنا باعجاب. لا تبخل على ابو عمر بالاعجاب والصلاه على سيدنا النبي. تعالوا بقى نشوف طبعا بقى الايه؟ اللحم هنا والمؤسسه. اللي عايز طبعا ياخد ذبيحه من النهارده، اللي عايز طبعا ياسس ذكر للعيد برضه النهارده اللي عجبنا لكم اهو بعرض هيهز طبعا الارض كلها ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم يا ابو عمر. صلى الله عليه وسلم. مع الذكوره معدين ال 300 كلهم يا ريس. هم حاجات 350 كيلو. شايفين؟ اكيان. ابو عمر دي مؤسسه العيد يا باشا، مؤسسه العيد. صلى على النبي. مؤسسه العيد يا ريس. والمعذور المعذور يذبح برضه من النهارده يا اخوانا. شايفين؟ الدكور ده عمرها قد ايه يا معلم ابراهيم؟ الدكور ده مش عمرها 15 شهر و17 شهر. تمام. 15 شهر و17 شهر. يعني ان شاء الله عيد هيكون كسر السنتين. بص يا عمرها. فيهم حاجه كسر يا معلم ابراهيم؟ لا كله لبان يا باشا. الشخص ده كله لبان طبعا لسه ما كسرش ولا سنه لبان. بمشي معانا يا ابو عمر. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بص يا ابو عمر كده بقى العجل اهو. العجل طبعا يعني خشونيه وعظم وطول 350 كيلو يا عم ابو عمر. تمام. العيال ده 350 كيلو. معلم ابراهيم السبع دكتور تدفع دكتور كام عشان ما تقولش على المتابعين؟ ان شاء الله. السلام يا ابو عمر. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا النبي. الله يصلحك يا ابو عمر. ده صغير يا ابو عمر. ده طبعا اصغر ما فيه. صغير يا ابو عمر. عجل عظم ونظام وشاسيه وحلاوه. دول الدكوره يا اخوانا. دكوره طبعا محاسن وجمال وطعم شاسيهات حاجه محترمه جدا جدا للمتابعين طبعا المحترمين. سبع دكوره توات. اللهم صل على النبي. العيد وانت مرتاح يا عم ابو عمر. ان شاء الله تبارك الله. مم. تمام يا معلم ابراهيم. العيد مش عامل ازاي يا باشا؟ العيد قد ايه يا عمر اهو؟ العيد عمر قد ايه؟ اللهم صل على النبي. كده يا ريس. عجل. اخواتنا طبعا المتابعين اللي معانا على البث المباشر اخواتنا طبعا الصوت. الصوت ثم الصوره. تعالى كده يا ابو عمر كده. اخواتنا طبعا معلقكم معانا بقول لك الصوره والصوت وحش، الصوت ثم الصوره. عايزين بس اي حد كاميرا الرجاله يرد علينا لو تكرمت. تعالى عندي كده يا عمر كده شوف الميزه هنا يا باشا اهو. الميزه هنا كمان يا ابو عمر معلم ابراهيم اللي عايز يذبح من النهارده تعالى عندي كده بس الميزه هنا يا باشا تمام اللي عايز يذبح من النهارده يذبح يا باشا تمام ده بدول فيهم حاجه 350 اهو يعني 350 يصحوا معانا لحمه قدام معلم ابراهيم كده يا باشا تمام ان شاء الله يا عم عجل ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله عجل بمعنى كلمه عجل مال طيبه زي ما قلت لك الميزه هي الميزه يا ابو عمر هنا بقى جلد طبعا الناعم بس كده يا ابو عمر اهو ده جلد دخل سيمنتال بيور يا جماعه بص يا باشا الجلد ده مطاط ازاي جلد مطاط اللهم صل على سيدنا النبي مطاط يا ريس مطاط هنا مطاط اهو انت قلت لي عملت في الدكور ده من كام؟ العمارة دي من 15 ل 17 شهر يا عم ابو عمر طيب بص بقى سعرهم في كام كان في بعضهم كام بص يا عم ابو عمر النهارده سبع دكوره سبع دكوره يا باشا تمام يا معلم ابراهيم دكوره يا ابو عمر النهارده متوسط عجلهم النهارده ب 52,500 يا ريس 52,000 52,500 يا ابو عمر 500 جنيه بس هعمل لك النهارده كازيون كبير يا عم ابو عمر ايوه سعر مخفض
عشان خاطر عيون ابو عمر حبيبي يا معلم ابراهيم. تسلم تسلم يا معلم ابراهيم. ربنا يبارك النهارده عجلهم النهارده 45500. طب دول بكام يا معلم؟ 45500. 45000 كام؟ الشوب بتاع ابو عمر عجلهم ب 45500 يا ريس. بصوا يا رجاله الدكوره دي طبعا في بعضهم سبع دكوره من العيار التقيل قوي قوي، والسعر هنا طبعا 45500 في بعضهم. بلاش 250 ولا ب 50 يا ابو عمر. ده طبعا المشروع السريع، المشروع السريع جدا، المكسب السريع. اللي عايز منهم عجل واحد تمام، اللي عايز منهم اثنين مفيش مشكله، اللي هنقي منهم طبعا معانا عجل بيزيد، عجل بينزل يا ابو عمر وعجل بيقل. تمام يا اخوانا؟ يعني لو نفسك في اي عجل من دول هتديله طبعا صوره سكرين شوت، هتبعته طبعا للمعلم ابراهيم، ممكن يحمله لك يبعته لك. صور السبعه كلهم يا ابو عمر لغايه باب بيتك، مفيش اي مشكله، والمعلم ابراهيم هيفيلك. عم ابو عمر فيلك عامل ازاي؟ ان شاء الله فتحه عامله ازاي ورا؟ فتحات العارضه جدا جدا من ورا. بص كده يا ريس، شايفين؟ بص كده يا ريس بقى عد طبعا، اللي عايز يدخل النار ده يدخل يا جماعه. قول يا بابا عد بقى بتحول معاه ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على كامل النور. الله يبارك، الله يبارك لاول متصل معلم ابراهيم. خش لي في العرض اللي عايز برضه يا جماعه من دول برضه، مشروع طولها شغال. تمام يا اخوانا؟ طولها يا باشا فيهم حاجات عجل طولها زي ده، عجل زي ده وكده. ده عجل طلقيحه طالي ده. عجل طبعا اطاله اهو. ده عجل عمر، ده عجل اطاله ده. ده مشروع طولها. السعر هنا يا جماعه طبعا 45500 جنيه. العرض شامل بعض. وش يا باشا العرض شامل بعضه. معانا عجله هيزيد وعجله هيقل. ترفيل ماشي على الارض، ترفيل. الله يبارك يا صاحب النصيب. خش لي في البدايه عم براعي عشان ما تطولش على السته المتابعين. انت كده ابهرتني طبعا باسعارنا الجميله. تعالوا بقى نشوف بقى الاسعار اللي هي الايه اللي اقل. اللي عايز حاجه ب 15، حاجه ب 20، حاجه ب 16، حاجه ب 17. بس انا عايز شير. خلي بالك يا عم ابو عمر، ده بقى الجاموس الهولوشتاين بتاعنا اهو. ان شاء الله ده الهولوشتاين بتاعنا. اربع تفاحات برضه يا جماعه دلوقتي سعرهم 100 و17000 جنيه. الاربعه دول اطفال بعضهم اعمار 10 شهور. يعني العجلات دول قدام منهم على العشب اربع خمس شهور. سلالات يا باشا ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. سند المعلمين. تحياتي يا معلم ابراهيم ليه. تحياتي. اجل جاموس زي دي يا ريس. تحياتي. كله بيعرض لك شويه بهايم. ايوه مش عايزين نتكلم بقى. شايفين؟ مش عايزين نتكلم يا عم ابو عمر. شايفين المحاسن؟ حد يعرض عجله زي دي يا ريس كده؟ اللهم صل على سيدنا. عجلات عجلات ده يا ريس. اللي عايز طبعا ياسس جاموس صاحب ما يرضي الله. صل على سيدنا النبي. صلى الله عليه وسلم. يا عمر دي نزلات مش عجلات يا باشا. انت قلت لي عجلات في بعضها؟ يعني العجله دول ما جابتش 30000 جنيه معانا. مش 30000 يا باشا. خش في البعد يا معلم ابراهيم. 417000. 417. خش في البعد عشان ما نطولش على متابعينا الناس المحترمه. بس انا عايز طبعا شير كده وقلب احمر، وعايز كل المتابعين جت تصلي مع السنان عشان معانا مفاجاه بقى بره. في مفاجاه بره، مفاجاه بره، مفاجاه ايه؟ مفاجاه من العرض التقيل قوي. بس احنا عايزين شير شير كده، وكله يصلي معانا على السيدنا النبي. ولو الصوت والصوره تمام يعني كله رد علينا برضه يقول له تمام. لو الصوت والصوره تمام كل متابعينا كده ترد علينا تقول لي تمام يا ابو عمر، علشان طبعا معانا نموذج هنا برضه والدكوره الجاموس. اسعار اسعار مغريه خالص. صلى الله عليه يا ابو عمر. صلى الله عليه وسلم. خمس دكوره ببلاش الا ربع. خمس دكوره. خمس دكوره شعار العمر هنا اربع شهور. اللهم صل على سيدنا النبي. عمر انا مش اربع دي بقى قديمه يا ابو عمر. شعر خلصت ازاي؟ بقى قديمه يا باشا. وقلت طبعا للمتابعين اللي استحيل معانا في البث والبشر وبيشاهدوا بس، احنا عايزين تعليقات كده. فصل على سيدنا النبي يا اخوانا لو تكرمتوا. علق عليه واحد في الصلاه على النبي. الله يحبك النبي. والله لو 1000 واحد شافوا التعليق ده، شوف انت خدت على كام حسنه. اخونا طبعا احمد مندوح على دماغ عم احمد. احلى مسا عليك اخونا طبعا سعيد. سعيد سعيد سويلم. العنوان فين؟ العنوان يا باشا اوسنا منوفيه قريه عرب ابو ذكري. تمام تمام. اللي جاب البنها 3 كيلو ابو عمر، اللي جاب اوسنا 3 كيلو. صل على النبي. صلى الله عليه وسلم. مش عندي هنا مش كده جرات أربعة شعاري من أعلى مال يا عم أبو عمر. أعمار قد إيه يا حاج إبراهيم؟ أربع شهور. أعمار أربع شهور. ده رقم واحد يا باشا. مفيش مبالغة عندنا. ده العيد ده رقم واحد. تمام. ده العيد ده رقم اثنين يا عم أبو عمر. اللهم صل على النبي. ده العيد ده رقم اثنين. ده رقم اثنين معانا أهو. ده رقم ثلاثة. شايفين العجل عامل إزاي؟ عجل. الشعار طبعًا الجاموس رقم ثلاثة معانا. رقم أربعة ما شاء الله عجل طبعًا خشونية عظم وشاسيه. حاجة محترمة جدًا يا أبو عمر. حاجة محترمة جدًا. رقم طبعًا خمسة معانا عجل تلقيح وطالي. تمام يا إخوانا؟ الاعمال هنا طبعا اربع شهور فقط. متوسط بقى سعر خمسه في بعضهم كام يا معلم ابراهيم كده؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سعر خمسه دول النهارده يا عمر بكام؟ بكام؟ بعد ما نصلي على سيدنا النبي سعاده الباشا. صلى الله عليه وسلم. يا عمر النهارده عجلهم متوسط عجلهم النهارده 15750. بكام؟ مش 21 ولا 22، 15750. 15000 15750 يا عم ابو عمر. 750 فقط. تمام؟ تمام. النهارده عامل 15750. خش على بعد الباشا. تحياتي ليك يا معلم ابراهيم. يبقى السعر يا جماعه طبعا اللي عايز العرض ده اقدر اشكره واديله اي مكان. في طبعا معانا توصيل لجميع المحافظات سواء كنت انا في اسوان، في سوهاج، في قنا، اخواتنا طبعا اللي في المنيا، كل الناس على دماغنا من فوق. الدكوره ده يا جماعه ل 15750، ولو فاتك العرض ده هتكون خسران كتير جدا. على رئيس كده اربع تفاحات يا عم ابو عمر. اربع عجلات طبعا اعمار العمر ده ابو عمر ست شهور. اللي عمرنا ست شهور. ست شهور يا جماعه بكلمك المضمون يا عم ابو عمر. خليك في المضمون. عايزين مبالغه.
العجلات دي كلها طبعا مبالغه. عجلات فلاحي، ركزوا معانا. تبين الشعاري ده شعاري يا جماعه، هنا فلاحي، تمام يا اخوانا؟ معلم ابراهيم، الاربع تفاحات دول كانوا بعضهم بكام كده؟ اربع تفاحات رعب عمر النهارده بدل من 120,000 عرضك الاربعه باشا النهارده ب 100,000 يا عم عمر. الاربعه من كام؟ ب 100,000. ب 100,000 جنيه. انتوا عامله 25,000. طب دول بكام يا معلم ابراهيم؟ ب 100,000 يا ريس. العجلات دي كلها؟ الاربعه دول ب 100,000. اللهم صل على النبي، ما شاء الله تبارك الله. المال بتاعك ده يا اخوانا على 25,000 جنيه. ما تستغربش طبعا معانا، احنا طبعا بناخد من المصدر الرئيسي. اصول الشغلانه كلها المعلم طبعا ابراهيم محمد ابو الحاج، ليه ده تخصصه الجاموس، يعني لازم هيجيب لك ناقص عن اي حد بفضل الله 1000 و2000 و3000، تمام يا اخوانا؟ والسعر طبعا قابل للتاجر قبل الفلاح، 25,000 جنيه يا جماعه المتوسط هنا. ولسه طبعا معانا بقى الدكتور الشعاري زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم، شايفين الجمال؟ شايفين الشغل يا جماعه؟ معاك يا باشا تمن بكوره. اللهم صل على سيدنا النبي، ما شاء الله تبارك الله. تعالى استعين دلوقتي. معاك يا معلم ابراهيم. صل على النبي. صلى الله عليه وسلم. هنا معاك يا صاحبي تمن بكوره همت. تمام. من اعلى مال بام قديمه بس صل على سيدنا النبي. عقول تخش على فاه، ما شاء الله. العمر هنا قد ايه يا حاج ابراهيم؟ العمر هنا يا باشا 8 شهور يا عم ابو عمرو. متوسط الموازين في بعضهم كام يا حاج ابراهيم؟ متوسط الموازين في بعضهم 130 كيلو. 130 كيلو. 125 ل 135. اللهم صل على النبي. متوسط الموازين ابو عمرو النهارده هنا 130 كيلو في قلب بعضهم يا ريس. تمام، بكام بقى احنا 8 في بعضهم كده؟ يقول لك يا باشا النهارده ابو عمرو بدل من عجلهم 28,000 و27,000 عرض لك يا باشا النهارده الثمانيه على بعض عاملين يا عم ابو عمر ب 195,000 يا ريس. 8 عاملين 195,000 195,000 عجلهم لسه ما كملش 24,500. يعني العجل طبعا ما حصلش معانا 24,500. قلت لكم يا جماعه 500 عم ابو عمر السعر بفضل الله قابل للتاجر قبل المربي. تمام يا اخوانا؟ يعني عايز تعمل مشروع يعني تحت ال 200,000 جنيه، تعمل طبعا مشروع زكاه تسمين، الدوره سريعه جدا، عباره عن اربع خمس شهور يكون ربنا طعمك فيهم. تمام يا اخوانا؟ اللي بعده معلم ابراهيم. صل على سيدنا النبي يا ريس. صلى الله عليه وسلم. 10 تريلات. اللهم صل على النبي. 10 جنبات اهو. في جايين من اكبر مزرعه جاموس في مصر يا عم ابو عمر. اللهم صل على سيدنا النبي. العجلات دي. شايفين الجمال؟ شايفين المحاسن؟ هي دي طبعا السلالات اللي بقى انا طبعا مفتخر جدا كده وانا بعرضها لمتابعينا المحترمين. قد ايه انا مبسوط لما اكون بعرض السلاله كده طبعا محترمه وبسعر محترم عن طبعا راجل محترم لمتابعينا المحترمين. حبيبي ابو عمر. حبيب قلبي يا معلم ابراهيم. صلى الله عليه وسلم. النهارده عامله 25,500. عامله 25,000؟ تمام. بس عشان خاطر عيون ابو عمر الراجل اللي عز عليا والسقف. اديك حاجه تشرف الصفحه. النهارده نور 10 دول عاملين ب 205,000. ال 10 عاملين؟ 205,000. بص سعر عجلتكم 20,500. واللي عايز طبعا يحجز. اللي عايز يحجز ابو عمر رقم عندك على اللايف وحيالله يبارك الله اي حاجه. اللي عايز طبعا يحجز عرضنا بتاريخ 16 رمضان يا اخوانا. عشان طبعا اللي عايز يحجز لو فاتك العرض انا مش مسؤول، هتبقى خسران كتير جدا. شايفين السلاله؟ شايفين فتح في العجله من ورا؟ اللهم صل على سيدنا النبي، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك طبعا للمشتري، الله يبارك طبعا اللي ياخد عجله واحده بس منهم. بجد يعني. شايفين الجمال؟ عمر طبعا الكلام موصف الجمال. عمر الكلام ما يوصف الجمال يا اخوانا. معاك يا معلم ابراهيم. العرض ده يا باشا بقى ابو بلاش الا ربع ده. ده وبلاش الضرب يا عم ابو عمر. تحيات طبعا يا عم وائل ابو عمر الراجل المحترم، رجاله الشهداء كلها بتبص عليك يا معلم ابراهيم. رجاله الشهداء على دماغي والحاج وائل ابو عمر على دماغي، الراجل المحترم. تمام يا معلم. اللي يعز علينا والله. حبيبي يا معلم ابراهيم تسلم. دماغي يا عم ابو عمر. الله يبارك لك يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. خمسه شعاري من اعلى نظام عجلات ترضي الله يا عم ابو عمر. النهارده يا سعاده الباشا هعرضه لك بسعر مغري. بكام سعر مغري يا عم ابو عمر؟ بكام يا معلم ابراهيم؟ بخمس دولارات. النهارده بدل من 100,000 الخمسه دول يا باشا. ان شاء الله. متوسط عجلته ب 20,000. تمام. عرض لك الخمسه يا عم ابو عمر. مفيش 20 ولا 19 ولا حتى في 19 ولا 19 يا ابو عمر ولا 18. تحياتي ليك يا معلم ابراهيم. رسول الله ابو عمر. الله يبارك لك روح. الخمسه دول يا باشا النهارده عاملين ب 82,500. عاملين كام؟ ب 82,500 ووصلوا في عيدهم 16,500 يا عم ابو عمر. رقم تليفونك برضه عشان عايز اجيب الخمس دولت لو واحد غلبان كده. ده طبعا عرض الغلابه. 010 6 3 63 10 10 74 74 92 92. تحية طبعا للمعلم ابراهيم محمد ابو الحاج، انا بحييك طبعا من كل قلبي على العرض الجميل ده. عجلات ترضي الله. وطبعا الاربع عجلات اللي تحت العش دول يا معلم ابراهيم برضو عايزين ندي نموذج كده صغير. عايزين الاربع لا اضرب لي اربعه في بعضهم كده اربعه واحده. حاضر اجيبك اثنين يا ابو عمر. ان شاء الله. برضو دلوقتي عجلات يا جماعه طبعا. فواكه بقى. دي فواكه الموسم. اللي عايز طبعا ايه يلقح عجله عندي. عجلات تحت عش يا باشا بالنظام العالي. ان شاء الله. بص كده يا ابو عمر بقى. اللهم صل على سيدنا النبي.
لو سمحت يا اخوانا كده فضلا كده وليس امرا، كل شاهد الفيديو ده كده ادعمنا طبعا كابت عليك في الصلاه على سيدنا النبي وقلب احمر كده وشير، وربنا يجعل الشير في الخير. معلم ابراهيم انتوا فاكرين دول اعمارهم انت قلت لي قد ايه؟ عم ابو عمر صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عمر 10 شهور واحد عمرها سنه. تمام. لسه عجلات شبعانه يا عم ابو عمر، وسعر الاثنين النهارده بدل من 90,000 ل 2 دولار يا ريس، سعر الاثنين يا ابو عمر النهارده ب 73,000. اثنين عاملين كام؟ 73,000 يا ابو عمر. 73,000 جنيه. وسط عجلتهم 36,500. يا بلاش ما شاء الله يا بلاش. الله يبارك. عالية. الله يبارك لاول مقاس. معلمين يا عم ابو عمر. تحياتي لك يا معلم ابراهيم. على دماغي من فوق. تحياتي طبعا لكل المتابعين. على دماغي يا باشا. بشكرك يا معلم ابراهيم طبعا على حسن طبعا مجهودك معانا. حبيبي يا ابو عمر. وبشكر طبعا كل متابعينا اخواتنا طبعا اللي حضروا اللايف من اوله لاخره، كل الناس دي على دماغي من فوق. وكل سنه وانتم طيبين يا احلى واجمل متابعين في الدنيا، انتظرونا بكره برضه بمفاجاه جديده وعرض جديد. بشكركم على حسن سماعكم معانا، وانا اترككم في امان الله ورعايته. كلامكم اخوكم ابو عمر من داخل مزرعة الحاج حسن الحاج محمد ابو الحاج زول في حرضه برجوعه. تمام يا اخوانا، تحياتنا طبعا لكل المتابعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.